السرور مرحبا بأيام البهجة عنوانها الأنس والاجتماع وشعارها معنى للفرحة معنا مرحبا بهذه اللحظات من كل عام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا مساعد عمدة حي وادي جليل الأخوة الفضلاء الحضور حياكم الله جميعا في هذه الأمسية التي نجتمع فيها ونتواصل فيها وهذا مما يزيد المحبة والألفة بيننا. نقول لكم كل عام وأنتم بخير وتقبل الله طاعاتكم. هذه المناسبة وهذا الحفل أتى حفل معايدة لمركز حي وادي جليل، وإن كنا قد تأخرنا فيه لكن كما يقولون في كل خيرة في كل تأخيرة خير. لا 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 نبغى أقوى من كذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحب بكم أيها الأحبة في هذه الليلة المباركة، ونقول لكم حياكم الله وإياكم وكل عام وأنتم بخير. مجموعة سمايل جدة من جدة محبة لأهل مكة ولأهل الحضور كل أهالي الحي في هذا المكان المبارك، جينا الليلة بإذن الله نستانس وياكم في بعض البرامج، بعض الفرفشة والوناسة، بعض الأصوات الجميلة. حنكون معاكم في سهرة شبابية 100% حراق درجة أولى خالية من الكوليسترول، يعني كل الشباب اليوم حنستانس في روضة من رياض الجنة تجمعنا في هذا المكان المبارك. ونقول لكم حياكم الله وياكم ويا مرحبا فيكم. والله عم عثمان ما شاء الله نورت الحته ما شاء الله خير نورت الله عليك الله انا غراب تقول لي نورت الحته وين ما شاء الله والله ما شاء الله منور بالله اخوان مو منور شفت والله يا جماعه حرشتوني بس والله ما شاء الله عليك يعني ابتسامه بعدين شوف كيف يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اكبر الله اكبر ايوه فينك يا عثمان احنا من اول هنا من بعد العشاء تقريبا طيب انت ما تكلم لي ليش؟ ما كلمتني انا شفتك نايم قلت خليه ينام عم عثمان يريح يروق وراك بكره سفر ارتاح يا اخي والله الزول ما عارف كيف يا زول على الخير صحيني انت مالك صلاح تلاقيني زي الدبابه طرنت وراك بشرى لنا نيم